أستاذة نور تتفضل. ألو ألو، اتفضلي يا أستاذة نور. إزاي حضرتك؟ فضل ونعمة الحمد لله. أنا بس كنت عايز أسأل حضرتك، أنا عندي خالي كان مفروض إن هو أخد الورق بتاع جده الله يرحمه، بتاع جدك لوالدتك، وغير الاسم، يعني كتب اسمه قبل اسم جده الله يرحمه، يعني يكون زور في الورق. يعني أنت دلوقتي بتقولي إن خالك اللي هو وبتكلمي على جدك اللي هو جدك من والدتك، يعني اللي هو والد بالزبط. خالك، صح كده؟ بتقولي ان هو زور في بعض الورق عشان ايه؟ هو اخذ الميراث بتاع مامتي من ساعه ما جت توفى بقاله 9 سنين، فهو من الشرقيه كان في ارض، فهو اللي كان بيصرف عليها، فما حدش كان بيطلب منه فلوس الارض اللي بتدخل. فدلوقتي هو باع الارض دي، تمام، ومفروض ان هم خلاني كلموا والدتي قالوا لها ان احنا هنبيع الارض وان احنا عايزين حقنا. طيب يبقى فقالت لهم لما يبيعوا الارض هيقسموا بما يرضي الله، يشوف اللي هيطلع له منها قد ايه ويقسم بما يرضي الله. فايه اللي حصل؟ هو دلوقتي رافض ان هو يدي لحد اي حاجه ولا حاجه خالص. احنا هنرفع الامر. فاحنا كنا عايزين نسال، لو رفعنا قضيه هل ده يصح ان اخوات يرفعوا قضيه على بعض ولا في حل تاني؟ هو السؤال برضه، هو يصح ان الاخوات ياكلوا مال بعض؟ لا طبعا. يبقى اذا كان الاخ هياكل مال اخته اللي ربنا سبحانه وتعالى وحضره النبي بشكل واضح اوصى بيها وقال استوصوا بالنساء خيرا، فاذا كان هو هياكل مال اخيه بالعكس رفع القضيه في الوقت اللي زي ده هيدخل فيه ان احنا بنعينه على نفسه، ويبقى ده داخل في قوله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال نعرف كيف ننصر مظلوما فكيف ننصر ظالما يا رسول الله؟ قال أن تردوا عن ظلمه. فهيكون الأمر ده والإجراء ده من باب الرد عن الظلم. إحنا طبعا بنقول إن إحنا نشوف حد حكيم يصلح بينهم ويخليه هو يعمل الكلام ده إجراء بشكل ودي، لكن إذا ما حصلش ده طلب الإنسان حقه ليس فيه نوع من أنواع لا المعرة ولا فقد القيم ولا الإهانة، ولكن نحن سنطلب حقنا بما ان احنا محتاجين لهذا المال فبنطلب حقنا بكل شيء بشكل ودي. ما حصلش ان المال ده يحصل عليه بشكل ودي، ليس حراما ولا معيبا ان الانسان يطلب حقه بالوسائل الصحيحه اللي ربنا سبحانه وتعالى اذن بها وشرع الله سبحانه وتعالى هذا التقاضي لكي يحصل الانسان على حقه.